فيديو صغير للاباء والامهات. ليه دايما لما المدرسه بتبعت لحضرتك او لحضرتك عشان في شكوى من الابن او من البنت بتقولنا وبتقنعونا بكل الطرق وانتم نفسكم مقتنعين ان ابنك ملاك بجناحين؟ والله ما في مره مثلا الواحد كانت تقابله مشكله الا لما ولي الامر يجي يقنعك بان ابنه او بنته ملاك بجناحين ماشي على الارض. المدرس هو اللي ظالم والمدرسة هي اللي بتفتري عليه، أصحابه هم اللي بيتبلوا عليه مثلا يعني. فدي حاجات كنا دايما بنشوفها. بس اللي أنا عايزة أقوله لك كأم، حضرتك زي ما بتقول أنا مربيه كويس تمام أنا مصدقاك، لكن ما تنساش إن إحنا في زمن مش حضرتك لوحدك اللي بتربي. زمان كان الوالد أو الوالدة لما يقولوا كده في جيلنا إحنا، أيوة هم اللي مربيين. إحنا كان مقفول علينا البيت ومن البيت للمدرسة من المدرسة للبيت، وهم اللي مربيين فعلا. لكن ما تقدرش تقول الكلمة دي دلوقتي، ما تقدرش تقول لي وانت بتجزم يعني لا ده تربيتي وانا عارف انا مربي ابني ازاي. حضرتك بقى فيه للأسف ادوات تربية تانية مشتركة معاك في تربيته، راقبهم وتابعهم عشان نقدر نقول بجد انا مربي ابني صح. اللي هم الصحاب اللي بره البيت بقى انت ما تعرفش اخلاقياتهم وسلوكياتهم وتربيتهم هم ايه. فياريت تتابع الاصحاب وتتابع بيوت الأصحاب وتتابع أهالي الأصحاب. بص بقى يعني كلمة صحاب دي حط تحتها كده 60 خط، تبقى عارف بيوتهم شكلها إيه واختيارات ابنك لصحابه شكلها إيه وأهل الصحاب شكلهم إيه. إحنا أهلنا عودونا على كده، فهنا نقدر نقول إن أنت ربيت. الحاجة التانية كمان بقى اللي بتربي معاك للأسف بس هتتعب قوي وإنت بتتابعها وترقبها، السوشيال. كلكم أولادكم في إيديهم موبايل، الله أعلم، بس الله أعلم فقط الولد بيشوف إيه، بتفرج على إيه، والبنت بتتفرج على إيه. هل حاجات معقولة؟ هل حاجات مقبولة؟ هل حاجات بقى في سن المراهقة التانية هو رايح لها؟ فهتكتشف وقتها إن مش أنت بس اللي ربيت، لأ ده في عوامل تانية وأدوات تانية للتربية بقت موجودة بعيد عنك. فقبل ما تيجي تقول للمدرس أو المدرسة أنا ابني ملاك وانتوا اللي غلطانين، ده ابني وابني وابني، انت بتقول حاجة والناس في مدرسة بتتعامل مع شخص تاني خالص مختلف عن اللي انت بتقوله. فياريت نتابع الادوات التانية اللي مع حضرتك مشتركة معاك في عامل التربية. راقبوا ولادكم كويس وتابعوهم كويس وصاحبوهم وخليكوا اصدقاء ليهم، وانزل شويتين لسنه مع ملاحظة ان الحدود موجودة بين الاب والام والولد او البنت، الاحترام موجود والاحترام ده خط احمر، ومراعاة فرق السن ده خط احمر، وقيمة الاب او الام وانت برضو بتتحاور معاه وبتتكلم معاه وبتتفاهم معاه، دي كلها خطوط حمراء ما تنساهاش وانت بتربي ابنك او بنتك. دمتم بخير، طولت عليكم.